ايه اللي يضمن لي ان اللجنة هنا لا تخضع تبقى محلية. لمرض متفشي في المجتمع المصري متعلق بالوساطة والمحسوبية ومجاملة ابناء القبيلة الواحدة المهنة الواحدة؟ ايه اللي يضمن لي تنوع اللجنة، في ايه التنوع؟ التنوع يغلب عليها لا لا اطباء. يغلب عليها. لا انا لا قلت لا حضرتك لا أربعة يغلب لسبعة، عليها اطباء. أربعة لا لا لسبعة، لا أربعة من ذوي المهن الطبية وسبعة من بعيد عن طب لو القبائل. اختلفوا، مين اللي هيختلفوا؟ ما دول يعني ما لهمش أي قيمة في الاختلاف إلا إنهم يحطوا، بص انت دلوقتي بتقول ان هم دول بيعملوا إيه؟ اللجنة دي بتعمل إيه؟ يعني مين قال لك انهم يتفقون؟ يعني ممكن هيتفقوا. الراجل الجمعية اللي انت بتقول مش دول اللي هيقرروا. امال مين ما أنا قلت يقرر؟ لحضرتك اللي هيقرر. المشكلة مشكلة المريض مات نتيجة عملية نساء، هيقرر واحد طبيب شرعي، لجنة أخرى، لجنة تانية، لجنة في لجنة فنية، فنية، نوع فهتبقى طبية، فيها طبية بحتة طبعا لازم ومعاها تبقى ضيفة. طبية بحتة، طبعا لازم طبعا تبقى طبية طبعا. طبعا. أمال مين اللي لازم هيقرر؟ تبقى طبية يا طب أستاذ وائل. والقضاء يعمل إيه؟ ما هي اللجنة الطبية طلع يا جماعة تقرير بس فني مش هتحكم، طيب مش اللجنة هتحكم. الطبية ما طيب بتطلعش حكم، يظل سؤالي حائرا، بتطلع تقرير يظل فني. سؤالي حائرا، اتفضل. ماذا لو طلب المهندسون معاملتهم بنفس ما هو المعاملة؟ بتعمل لهم لجنة. من ماذا حقك لو طلب المدرسون من حق معاملتهم أي بنفس حد المدرس؟ ألا يحبس إلا إذا إذا كان ثبت عليه الخطأ. ما النيابة ده غلط، بتعمل ده كده، صح. أنتوا ليه كويس. عايزين تاخدوا سلطة لا النيابة؟ ما بناخدش لا سلطة لا النيابة ليه خالص. عايزين تاخدوا أستاذ سلطة وائل، طيب القضاء؟ عشان أوضح نهائي الفكرة، بالعكس دي لا متعاون مع أستاذ القضاء وائل واضح. خليني بس أنا يا جماعة، عشان بس الموضوع بيتوه. طيب احنا عايزين عشان نوصل الموضوع إيه؟ ما يتوهش، إيه؟ عشان الموضوع ما ما أنا يتوهش. أنا ما خليني في السؤال ده. تمام ماذا لو طلب المهندسون نفس الطلب؟ تمام ماذا لو طلب ضباط الشرطة نفس الطلب؟ تمام طلب المدرسون والمهندسون، جميل الصحفيون، جميل جميل كل أرباب المهن. جميل. احنا عندنا أنا طبعا لسه بقول لك قانون بعدم إن حبس القضايا الصحفيين، البنكية. احنا عندنا قانون بعدم حبس الصحفيين في قضايا المهنة، مش كده؟ لا لا، في في قضايا بعض النشر، المواد فقط، في قضايا النشر. لا 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 في مواد مواد بتحبس فقط. يعني. في مواد لكن بتحبس، انا هتكلم مواد. بصفة عامة، انا هتكلم بصفة عامة. ايه اللي يضمن لي ان كل فئات المجتمع المختلفة كويس تقول اشمعنى الأطباء؟ كويس. اشمعنى ما تقوم به الجهات القضائية حاليا عند نظر اي امر فني هي ان تحيله الى جهه الاختصاص الفنيه خلاص. قبل ما يبقى انسبها، قبل ما انتوا عايزين تغيروا ده ليه بقى؟ لا اقول لحضرتك يبقى ليه. انسبها. لا 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 اقول لحضرتك ليه، اقول لحضرتك ليه. لان دلوقتي بتبقى في عندنا تعدد الجهات، في عندنا طب شرعي، في عندنا لجان طب شرعي مستقله، في عندنا لجان في نقابه الاطباء، في عندنا لجان في وزاره الصحه، في عندنا تعدد طيب اللجان وتعدد الجهات القضائيه. هو احنا هنا وكيل بنوحد النيابه يجري اللجان تحقيقا كويس. شاملا. احنا هنا بنوحد اللجان في ان في لا لجنه انا باخد، ممثل فيها الطب انا الشرعي. باخد سلطه النيابه واديها لا 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 للجنه. سلطة. لا لا اطلاقا استاذ وائل، خالص. انا هنا بقول اللجنه الفنيه هي مين؟ اللجنه الفنيه ممثله من اساتذه في واستشاريين في التخصص زائد طبيب طب شرعي. دي اللجنة الفنية اللي بتطلع تقريرها التقرير. للنيابة، لكنها طيب. لا تحكم. أنا عندي مريض مات. جميل. كويس. والأهالي في حالة غضب، أنت مش باصص لكمان لحق الأهالي وحق المرضى. بالعكس. خليني بالعكس. بس. بالعكس. لما تقول له أصل أنا حولتها اللجنة، هو بيموت ببطء يوميا لأنه شاف. طب النيابة بتحولها برضه. ما النيابة بتحولها لجنة. ما النيابة بتحولها برضه. لا، النيابة على طول يمكن أن تحبس الطبيب حتى لو اتحبس وبعد كده بتطلعه براءة. وبعد كده بيطلع براءة. أو يكمل. ده في الحقيقة مش مفترض إنه يحصل. ما يشك. هنا أنا بضمن له الشكوى يتم حبس الطبيب، ده مش مفترض إنه يحصل. لا مش شكوى، ده تحقيق نيابة مش شكوى. ما أنا عارف، ما هو بلاغ من الأهالي. بلاغ من الأهالي. بمجرد البلاغ من الأهالي. اللي بيحبس مش الشكوى، النيابة. أيوه كويس، إحنا مش تسبب النيابة. الحبس النيابة الاحتياطي. هنا احيانا بيختلط عليها الامر لانها غير فنيه. أي؟ احيانا بيختلط عليها الامر دكتور. وقد يختلط على اعضاء اللجنه الغير فنيين برضه. في ناس في اللجنه غير فنيين. النيابه ما لهمش راي في قرارها وهي مطمئنه. طيب. قبل ما اصنع فرق ما جاوبتنيش على سؤالي بقى. اسمع، لو طلب المهندسون ذلك، لو طلب كل فئات المجتمع تطلب كل كده. فئات المجتمع من حقها تطلب لجان انه ما يتمش حبسها الا لما يكون اذا فيه. اذا النيابه لا تستطيع ان تحبس. لا ما حدش قال كده، ما حدش قال كده. لكل قطاعات المجتمع في جريمه واضحه المعاني. بعد ان تتيقن، بعد ان تتيقن طب ما هو انه مدان. طب تتيقن انه مدان، لكن بمجرد البلاغ انا بعمل طيب. بلاغ يعني انت يعني ما انا خليني معاك للاخر. اتفضل. يعني اذا من حق ضباط الشرطه ان يطالبوا ايضا بنفس الطلب، من حق المهندسين، من حق المدرسين، من حق التجاريين، من حق ايضا اصحاب قضايا البنوك والاقتصاد. ما تحبسنيش الا لما تحول للجنه بتفهم. لا هو لان النيابه الامر كده لا بالعكس. لا. الامر كده معكوس، ان انا بقول ان انا بغل ايد النيابه وبقول لها ما تحبسش. لا ده انا بساعد النيابه. يا نيابه
هتاخد اختصاص برضه يا نيابه يعني يا نيابه هتاخد اختصاص تاريخ فني ما بتاخدش يعني اذا كان ده مدان ولا لا عشان تساعدك في شغلك لو سمحت وده حق للنيابه وحق للمجتمع لجميع طيب. فئات المجتمع هاخد منك بس عليه اخير على الكلام ده قبل ما اطلع فاصل احنا ليه بنحاول نتعدى على الدستور بتاعنا ليه دي هو ببساطه شديده للجميع بس شديده هو بيقول لك ان الاطباء الاطباء يعني اصبحوا مذعورين جدا في التعامل مع هذه المهنه بسبب حبسهم في اكثر من قضايا بيتم حبس فيها الاطباء وكان في قضايا مختلفه خلال الايام القليله الماضيه يعني. احنا بس كل اللي احنا عايزين نقوله دي واحده بس اتفضل السؤال احنا النهارده زي ما قلنا الماده 53 احنا امام الدستور سواء انت النهارده شخص زيك زي غيرك زي اي واحد بيمشي على حاجه لا هو انت النهارده لما تيجي تقول لي انا بستثنيني انت كده بتحسسني ان انت مواطن في اي بي او مواطن من درجه لا 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 هو هي معناها كده ما تقوليش لا انا رديت على سؤال الدكتور لما بيقول جميع فئات المجتمع قلت له اه طبعا حق جميع فئات المجتمع الا يحبس اي شخص على وهو مظلوم مفيش استثناء هنا بس ما هو قال يا جماعه بس لو سمحت احنا كده بنتكلم كلام الا يحبس اي شخص وهو مظلوم ده من حق ده النيابه انما انا لو قلت للنيابه في كل قضيه شكلي لجنه تتعلق النيابه تستدعي يعني اذا كانت القضيه متعلقه بانهيار عماره بتستدعي كل بالظبط كده هو ده اللي بنقوله هو ده اللي بنقوله الوضع زي ما هو موجود الموضوع زي ما هو موجود في تسيب الوضع زي ما هو موجود العماره واحد العماره واحد يبقى ده احتمال كبير جدا ان يبقى في خطا في البنيان او هندسي او حاجه زي كده مش كده النيابه تحدد لحظه المريض مات في 600,000 احتمال والعماره في 600,000 لا لا العماره وقعت يبقى في حاجه هنا لكن المريض مات في حاجه لا فوق لا 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 انا عندي انا عندي شعور ان احنا عندنا فكره الولاء للقبيله بتحكمكم يا جماعه الولاء للمهنه الحرص على المريض والحرص على الطبيب في ان واحد هيطلع المهندسين يقول لك احنا بندخل السجون بسبب العمارات واحنا ملناش علاقه يا اسمنت اسمح لنا هنا حاجه اسمها بنساعد السلطات القضائيه في تحديد المسؤوليه علشان ما تخطئش عليها